بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عياد البي سالم، عميد بلدية ترهونة. نقوم الآن بزيارة لمشروع استكمال مبنى العيادات المجمعة ترهونة، أنا ورفقة زملائي أعضاء المجلس البلدي، التي تقوم بتنفيذ طبعا جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، هي الجهة المشرفة على تنفيذ هذا المشروع. نسبة رقم العقد 122/2008، نسبة الإنجاز في هذا المشروع الآن واصلة 64%. هذا المشروع طبعا مشروع ضخم، يختلف على عيادات المجمع الأخرى في المناطق الأخرى، إذ أن هذا المشروع فيها 5 غرف عمليات، 4 غرف عمليات كبيرة وغرفة صغيرة، بإضافة يشمل نظام اللواء على عكس العيادات المجمع الأخرى طبعا ما لا توجد به هواء. طبعا قام المجلس البلدي بإزاحة كل المعوقات اللي حول المبنى من مباني قديمة، والأصبح الآن جاهز مستمر الاستكمال. طبعا جينا هنا حرص منا على استكمال هذا المشروع وتحفيز للشركة، ومن باب حرصنا على استكمال هذا المشروع. في الختام هذا طبعا قيمة المشروع 12 مليون مشروع استكمال. في الختام استغل هذه الفرصة ونشكر المهندس يوسف بشير مدير عام الجهاز، والشكر أيضا لأمين لجنة إدارة الجهاز الدكتور الهادي الشريف، ونشكر أيضا المهندس حسام أحمد عاشور مدير مكتب مشروعات المرقب. الشكر لكم أيضا لتغطية هذا المشروع، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.